لو انت او انتي بتحبوا القطط، الفيديو ده هيغير مفاهيم كتير قوي عندكم عن القطط، واهمها هو احنا ليه ما ينفعش نبص بتركيز قوي في عيون القطط. من الاف السنين وعلى مر الحضارات المختلفة في علاقة قوية جدا بين الانسان والقطط، وان القطط اكتر كائن حي الانسان بيفهمه من نظرة، وبرغم انه بيتوصف كتير بالغدر الا انه كائن مقدس جدا عند كتير من الحضارات. الحضارة الفرعونية مثلا كانت بتقدس القطط جدا، وكانت بتبني ليها تماثيل كتير، وكانت بتترسم دايما في النقوشات على جدران المعابد او المسلات. والقطط عند الفراعنة كانت مرتبطة بإله له علاقة بالعالم الاخر، وده لان في اعتقاد ان القطط بتقدر تنزل لباطن الارض وتقدر تشوف العالم الاخر وتقدر توصل لمعلومات الانسان ما بيعرفش يوصل لها، وتطلع بعد كده تدي المعلومات دي للكهنة وللملوك علشان يحلوا المشكلة بتاعتهم. غير ان في ارتباط قوي جدا بين القطط والسحرة، هتلاقي دايما اي ساحر او اي شخص بيشتغل في الدجل والشعوذة من الضروري يكون معاه قطة، وان القطط مرتبطة بعالم الجن والشياطين على اعتبار انها اكتر كائن قريب من الجن والشياطين، وان الجن والشياطين لما بيحبوا يتشكلوا بيكون انسب حل ليهم هو القط. وفي بعض الثقافات بتقول ان القط الاسود او مجرد ظهور القط الاسود قدامك وانت ماشي ده معناه ان انت هتمر بحاجة مش كويسة، ويفضل انك تغير طريقك او تحاول تلغي الحاجة اللي انت رايح تعملها النهاردة في يومك، لان القط الاسود ده مجرد ظهوره بيكون اثره مش كويس عليك. والقطط بشكل عام مرتبطة بالعالم الخفي عند كتير من الحضارات، لكن خلينا نتكلم بشكل ادق في عيون القطط. لو فكرت انك تبص في عيون القطط بتركيز فعلا هتحس انك بتنتقل لعالم غريب، والعالم ده زي ما بيتقال هو العالم الاخر او العالم الخفي. لكن خلينا نقول ان حتى الموروثات الثقافية في الحضارات القديمة بتقول انك لو ركزت في عيون القطط قوي هتكتشف ان روحك هتنتقل لعالم اخر، هتشوف فيه حاجات غريبة جدا وهتحس بحاجات غريبة جدا عقلك مش هيعرف يستوعبها. لكن اخطر حاجة في عيون القطط هي اللي هنقولها دلوقتي. في موروث قديم في بعض الثقافات بيقول ان القطط بتقدر تشوف حاجات احنا ما بنعرفش نشوفها وما بنقدرش نشوفها اصلا، والحاجات دي لها علاقة بالعالم الاخر او العالم الغيبي اللي احنا ما بنعرفش اصلا نبصله او نشوفه. الحاجات دي بتبقى ظاهرة في عيون القطط قوي لو انت ركزت قوي في عينها، يعني لو مسكت القط وفضلت مركز في عينه قوي هتشوف حاجة غريبة الثقافات دي بتقولها، هتشوف اجزاء كتير من حياتك المستقبلية، وده لان القطط بتقدر تشوف عالم انت ما بتعرفش تشوفه. ولو ركزت قوي في عيون القطط هتلاقي ان ممكن يظهر لك لون ابيض، واللون الابيض ده معناه ان مكانك في الجنة، فان انت حياتك بعد ما تستمر وتخلص ان مكانك هيكون في الجنة. انما لو ركزت في عيون القطط قوي ولقيت اللون اللي ظاهر في قاع عيون القطط احمر، اعرف ان مكانك في النار، وده المفهوم الثقافي عند كتير من الناس. والغريب ان في ناس لحد النهاردة عندها اعتقاد بالمفهوم ده وبيركزوا في عيون القطط قوي، وطبعا استغفر الله العظيم مفيش حاجة اسمها كده. لكن بعيدا عن ان التجربة في حد ذاتها مخيفة، انت لو مسكت قط فعلا وركزت في عينه هتحس ان في حالة غريبة حصلت لك انت ما عندكش ليها اي تفسير. الحالة دي غالبا هتكون حالة من الخوف والرعب، وغالبا كل اللي عمل التجربة دي قال نفس الاحساس بالظبط. لكن خلينا نقول الجانب العلمي في عيون القطط، وليه فعلا ما ينفعش انك تبص او تركز في عيون القطط قوي. القطط برغم انها كائن اليف ويحب يعيش جنب الانسان دايما، الا انه في الاخر اسمه حيوان، وهو بيفهم حاجات كتير من خلال النظرات فقط. فلو انت ركزت في عينه قوي وهو حس انك بصصت له بتركيز هو بيجيله احساس الخوف لانك هتهجم عليه، فبالتالي هتلاقي القط ساعتها حتى لو عارفك كويس جدا هتلاقيه هيصدر منه تصرفات غريبة انت ساعتها مش هتكون فاهم هو عمل كده ليه. لكن تصرف القط في اللحظة دي بيكون ما هو الا دفاع عن النفس لانه حاسس انك هتهجم عليه. لكن فعلا لو ركزت قوي في عيون القطط هتلاقي في حالة غريبة هتدخل فيها ومش هتفهم بجد تفسير الحالة دي ايه. سلام عليكم.